كل شكرا يا عندي. ديروا كتابنا عند كل اللي هو اللي هي
مش شبه متخيل، لا زيادة بالنسبة للي كنت في جامعتك. أنا كل ما تقولي عندكم بزاف ديال المشاكل، عندكم بزاف ديال الحلول، ديرهم غير نتوما بيناتكم، غير بيناتكم، تدخل ديالكم، المسائل ديالكم، التوعية ديالكم للناس باش يكونوا في المستوى. ما خصنا والو، وخصنا كل شيء في مسلوب. إذن أنا كنرحب بكم، وكنتمنى اللي عنده شيء سؤال يتعلق بالجامعة، بالسياسة الجامعة، بالمشاكل الجامعة، أنا مستعد نجاوب عليه بكل صدق. كان لصالحي أو ضدي، لأن اللي كان لصالحي ماشي لصالحي أنا، لصالحي مش اشتكيت 25 15. إذا كان ضدي راه 27 أنا بكري واحد من هؤلاء. شكرا لكم. دابا إذا عندكم شيء مشاكل شيء 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 أقول أنا مستعد نجاوبكم بكل وضوح. هذا هو اللي يقول تفضل. تحية عالية لربما السيد الرئيس، نشكره على الحضور الكريم. ربما سألتنا حوله واش كاين شي مشكل كنواجهوه آنيا باعتبار جمعيات المجتمع المدني. كاين واحد العدد كبير، ربما أزيد من 5 جمعيات. أزيد من 5 جمعيات. أستلغي السؤال له. اللي أزيد من 5 جمعيات ربما عندهم سيارة واحد المشكل عروس راه كيواجهو مؤهلي لهاد اللحظة، راه كاينين ربما جمعية مجموعة من الجمعيات اللي عندهم سيارة تعليم، سيارة النقل الدراسي كيدخلو منهم التلاميذ، وهاد المبادرة مبادرة حسنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي ربما اللي كتساعد على أنه التلميذ أو الطالب ما يكونش على الدراسة ديالو، كتوفرلو الشروط باش أنه يقدر أنه في ظروف حسنة يتعلم. كاين المشكل الآني اللي كتواجهو مجموعة من الجمعيات وعلى رأسهم جمعية طلبة أكمال، وهو التأخر للدعم السنوي للجمعيات. بصفتنا كجمعية طلبة كان هنالك واحد الدعم سنوي مشكور على الجامعة والتي بادرت يعني قبلت بصدر رحب المطالب أو ربما العرائض التي تقدمت لها من الجمعيات. هذه السنة بناء على الدعم اللي كان متوفر للجمعيات في السنة الماضية، هذه السنة كان واحد التأخر رهيب وربما غادي يشكل مشكل عويص. كنتمناو من السيد الرئيس أنه يتحمل الموضوع. بالنسبة للجمعية الطلبة ومجموعة من الجمعيات ربما وراء عندهم انتساب في هذا الصدد. وشكرا سيد الرئيس واسمح لي شكرا. أولا إذا قلت بأن النقل المدرسي كيتجلى في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أنا غادي كاين الجامعة، كاين الجهة، كاين مجلس إقليمي مشكور، هادو، وكاين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذن كلشي كيخدم. الإطار العام ديال هاد النقل المدرسي كاين لي الغرض ديال شي واحد محاربة القصد المدرسي فيما يتعلق بالسيارة. راه باقي عندنا واحد المشكل ديال السيارة بين كانوا مستعدين ولكن غير لما تعيش فيا ما تشوفش ديبيا كان غادي هكذا. هذا هو نقل البشرية اللي كتعلمها هذاك المدرسة. المدرسة مديون باش يحارب الغضب المدرسة باش الناس يبقاو يمشيو يعني. درنا الجهد ديالنا نسيفيت الميزانية وحارب الأخطار. أنا بيت نسيفيت الميزانية لأن الميزانية النقد راح السلطات العليا صدق ما مالو خاص يتقن حد زعما دير شي غلطه
ولكن الناس تفهمها السلطات العليا وزارة الداخلية تدوز 8 أنا من نوعها ونظرهم بشكل ناس بقى شوف يشبه ها مدير العام
للتربية للمسلم لا أعش أصدق لغا الشعور لغا الصلاة على الشكل إذا نبينها بدي غدا شكل وطن أقدمية مسجل بالنسبة للعشق قد لغا الشعور معاوضة سبولوس عجبقاء حدا في تفتح إذا شكل الشخصات والقبيل نشوف إن الوقت باش وصلها بيضة نشوف نظمين على نظمش وريدة أقف على الوالي نلقى الشهور والتايس والتايس شمس بيضة أنا بنت من الحفلة دي معي سورة الجهودة الشيرة اللي كان يوقف اثنين ولا ثلاثة غريبيات لا مرة مشيت في الرياضة المنطقة ومسلمة جوالي غد أربعة خمسة الفئة لأن الاستنزول كافيش في يوم لفوسان يعني ظهر كذلك يعني تحاول ما تحاول هذا يعني فرق عروض اللي قتل على الحيطة من الإنسان وذلك هذا يعني غير كل طريق كل شيء مش هذا يتعب نعم على الأقل يعني بعد لا على الأقل على الأقل يتعب وقت تنفر ما تنفر إنها أمس تنفر مش مثل تقول لي غطاء تقول لي غطاء تقول لي وعشرين سنة تقول لي غطاء يعني شوف ليه شوف للضرورة تشكى عرفت لا قصة لا إذا أنا أضغط لا أكيد كيف تفهم كيف تفهم من هذا القرار من قصمة تقول أقصد مش مرة أنا مرة كانت من فصل مرة يكاد تجني وصل مرة جميع الفرقات تجني وصل مرة ما يشوف الطرف من انتقال الروحات نتفاوت سواء نتفاوت من ممان نغني إعادة
إذا فتت ثلاثة فلوس 500 درهم. وتولى 500 درهم هنا لديك الجماعة ما تسجل، تولى جماعة العثمان كيف خاصني تجاوب السؤال جدا. فرق الشعب. تلزم أفراد هذه المجمع. تلزم الكواليتي. بشكل مثلا ملازم الكتاب. ولو رحت لك 50 مليون ريال. ايه المشكلة؟ صوم بلد مصر. يجي لك جماعة تساهم 500 درهم. ماشي شهر من العام. يطول الحياة. إنك تنظر كيف يطول الحياة. مش لك تنقص من يتعاقد الجماعة ما يمواليك كذا رياضة، ما يمواليك شي ظاهرة، ما يمواليك شي كذا. إيوا شنو تشكي واش تحتاج 50 درهم يطول الحياة. يا 50 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة. Thank you.
ما يديروا أحد أخوة سوى وقت لشان مدة الشرط عن جيه هو عقش حال من غير مدة شوية جدا يتكوّن إذا جاءت الخطر مدعا ها؟ يعني نقول مشكلة لي دوبا لما يتقعلاش شوف هذه دوبا من دوبا تقول المشكل ايضا يعني مبرد هذا
لا صافي قشقش
تعطي إلى حتى ضيع أخي زيد يعني مجموعة من المشاكل
مش تولغنش يعني حتى تستعين بشكل غني إلا اللي مستوى جمع صريحة عمار يجن في تنقيت ويقول لك سيهر بلدي معنى أن الصحة الصحة اللي مستقصر يتوجه إلى دار مرضعة يعني مش تولغنش سومي تخلق وغش نص سيانة لوانو في وراء الشان حتى الربط في الماء صنع الصوف ما كانش وما تواجه الدنيا طلع السفر ما كاينش وبعد ذلك كاين ديال النوري وهاد الشيء زعما ما كتولاوش يعني بحال الحال اللي يجي المعاناه في المنطقه على جميع مستوى قريطه الكمال بالنسبه لما كيستحيو ولي تتوجد مستعجلات يعني هذا الشيء غنرجعو للسياره في التعافي التوجيهي ما كاينش المنطقه ما خصش القدرات شي المعاناه اخرى قسم المازوت قسم الدعم يونان الدار والتشغل الاقليمي بجنا وشي غير نعمر بالصحي يعني وغير نعمر دايما يكون مستعجل المشاكل تكون بالصحه يوم زعما يعني معيقه باش تكون بسم الله دول الاهل الا تزوج وبالنسبه للحوايج اللي ممكن يغير بالنسبه لجميع المنطقه في العمل الاجتماعي جائش البنايه 120 متر على الارضيه النص تتخذ المبادرة وطنية التنمية البشرية البناية 26 متر لجميع التخصصات يعني التخصصات معناها أنه لجميع المستويات يعني التعليم الأولي والمحاربة الأمية يعني مخيطات تجي البناية غير يعني مازال غير سبعة دور في الكهرباء هذا اللي تيتري الرئيس باش يدعم شغلي موجود Thank you.
من المعركة. Thank you.